هل قيام الليل يكون بالصلاة فقط أم يكون بقراءة القرآن والذكر أيضا؟ يكون بالصلاة، صلاة الليل، قيام الليل معناه صلاة الليل، أما الذكر فلا يسمى صلاة الليل، لكن الذكر تابع لصلاة الليل، فإذا فرغت من الصلاة تذكر الله بالاستغفار، إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فالاستغفار والذكر وتلاوة القرآن بعد قيام الليل خصوصا وقت السحر.